ولا زلنا في دولة الإمارات، حيث تتواصل في مدينة إكسبو بدبي أعمال مؤتمر كوب 28 لليوم الثالث، وسط تطلعات نحو قرارات حاسمة لمواجهة التغيرات المناخية. هذا وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أعلن في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم. مفاجأة تاريخية أضاءت مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ كوب 28 باتخاذه قرار تنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، إذ عادة ما يتم إبرام مثل هذه الاتفاقات في اللحظات الأخيرة، إلا أن حدث كوب 28 المنعقد في دبي قد سجل إنجازا وانتصارا كبيرا للمرة الأولى، واعتماد الاتفاق في أعقاب حفل الافتتاح وسط ترحيب وتصفيق حار. وفي خطوة إيجابية باتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب، تبنى مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 قرار تفعيل وتنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. وعلى الفور أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرون عن مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 400 مليون دولار للدول الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ. ومع استئناف أعمال اليوم الثالث للمؤتمر، يتطلع المراقبون لأن يحقق المؤتمر المزيد من الاستحقاقات، لا سيما مع مطالبة أكثر من 20 دولة إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم 3 أضعاف بحلول عام 2050 مقارنة بالعام 2020 لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز. إلى ذلك أعلنت ما يقرب من 12 مؤسسة خيرية كبيرة استثمار 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع انبعاثات غاز الميثان، ثاني أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي أصبح محور تركيز جديد لمفاوضات المناخ العالمية. يشار إلى أن مؤتمر كوب الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي بالإمارات تستمر فعالياته حتى يوم 12 من الشهر الجاري. وللمزيد حول مؤتمر كوب 28 ينضم إلينا من دبي موفد تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد العنزي. فهد، بعد التحية، الآن كيف ترصد لنا الصورة في اليوم الثالث من أعمال هذا المؤتمر الكبير، مؤتمر كوب 28، حدث تاريخي، مفاجأة غير مسبوقة، كيف جاءت ردود الفعل حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؟ فهد تفضل. نعم، تحية لك يوسف، وأيضا تحية لمشاهدين تلفزيون دولة الكويت. نحن الآن متواجدون يوسف في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في دبي لتغطية مؤتمر التغير المناخي كوب 28. حسب ما ذكرت من سؤالك يوسف عن صندوق الخسائر والأضرار، هذا الصندوق يوسف يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي مثل السيول والفيضانات وأيضا حريق الغابات التي رأيناه في الفترة السابقة، وأيضا رأينا إقرار من قبل الوفود لإنشاء هذا الصندوق الذي تم طرحه في كوب 27 في السابق بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 27 المقام أنذاك في جمهورية مصر العربية وتحديدا كان في شرم الشيخ، ولكن إلى الآن كثرت الملفات البيئية التي تصب لمصلحة جميع الدول، لا تقتصر فقط إلى دولة معينة أو حتى إلى قارة معينة، وأيضا رأينا في مشاركات عديدة من جميع المؤسسات والجهات الدولة في هذا المؤتمر، وأيضا للحديث أكثر عن هذه الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر ينضم معنا في كوب 28 المهندسة سميرة الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة. مهندسة سميرة، حياك الله معنا في نشرة الساعة الثالثة في تلفزيون دولة الكويت. نبي نتكلم معك عن دوركم في كوب 28 خاصة في هذه الفترة، وعن أيضا دوركم في الوفاء بالالتزامات بالنسبة للقرارات في الفترة الأخيرة، وبشكل عام إلى متى سوف تكون متواجدون في هذا المؤتمر؟ طبعا أرحب في تلفزيون الكويت واستضافتي في البرنامج. الكويت طبعا من الدول المصادقة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ،
مشاركتنا طبعا لها دور كبير في هذه الاتفاقية، خاصة الكويت هي ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية لله الحمد. مشاركتنا احنا كوني انا الرئيس الوفد الفني لدولة الكويت وتفاوضي معانا، تشارك الجهات القائمة على تخفيض انبعاثاتها اللي أهمها طبعا معهد الكويت للأبحاث العلمية، مؤسسة الكويت، مؤسسة بترول الكويتية، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الكهرباء، ولا نغفل طبعا دور وزارة النفط. الحمد احنا 49 شخص يعني من الكويت، وفد متكامل نسقينا على مجاميع يغطي جميع أهداف واللي تصوف فيها القمة. القمة حاليا في دولة الإمارات العربية الشقيقة في دبي حاليا، احنا لله الحمد احنا ملتزمين باتفاقية مثل ما قلت بالسابق، نقدم تقارير البلاغات الوطنية في سكرتارية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقارير التكيف الوطنية والمساهمات الوطنية لدولة الكويت. فاحنا ملتزمين لله الحمد. حاليا احنا في عندنا مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عدينا الاستراتيجية خفيضة الكربون وهي ملزمة على دولة الكويت ضمن بنود الاتفاقية، راح تغطي الاستراتيجية هذه الى 2050. في خطة واضحة طبعا بالتنسيق مع جميع جهات الدولة اللي ذكرتها بتخفيض انبعاثاتها. لله الحمد المجلس الوزراء الموقر مهتم بالاتفاقية وفي دعم مباشر منه، وفي قرار مجلس الوزراء اللي تصدر ب 2021 على جميع جهات الدولة في دولة الكويت المسؤولة عن الانبعاثات طبعا والمشاريع انها تخفض انبعاثاتها وتقدم تقارير شهريه للهيئه العامه للبيئه اللي هي الفوكال بوينت بالاتفاقيه، وهي المعنيه بتقديم هذه التقارير الى مجلس الوزراء الموقر. فلله الحمد يعني المشاركه جيده من دوله الكويت، ملتزمه الكويت ببنود الاتفاقيه ان شاء الله. شكر لك مهندسة سميرة الكندري على هذه المشاركة. وأيضا بنتكلم عن الاستراتيجية، أنت ذكرتي مثل الاستراتيجية تقريبا، هل حققتوا مثلا الأهداف المرجوة إلى الآن أم إلى الآن 50-40% نسبة كانت المئوية من تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا احنا حققنا جزء كبير منها. كانت الشيخ صباح الأحمد الراحل الله يحفظه والله يرحمه، هو أطلق الاستراتيجية اللي هو أساس استخدام الطاقة المتجددة اللي هو 15% 2035، وإحنا على قولتهم بالمسار الصحيح إن شاء الله، وقاعد نكمل الخطط اللي حاطينها. الاستراتيجية طبعا راح تغطي 2050 سيتم تنفيذها، اللي هو الحياد الكربوني اللي حاليا دائما القمة تركز عليه. جانب ثاني عندنا طبعا احنا الفوكال بوينت نقطة اتصال وطنية بين دولة الكويت والاتفاقية، فاحنا دائما في متابعة مستمرة مع جميع الجهات. مشاريع الدولة المختلفة تصب في تخفيض الانبعاثات نركز عليها، اهمها مشروع الشقايق للطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة اللي هي مثل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة عندنا مشروع اللي هو استخدام الغاز في محطات القوى الكهربائيه، وهذا واد راح يخفض الانبعاثات الغازيه اللي نقول عن الغازات الدفيئه. فمشاريع الدوله الحمد لله، وقاعد نشجع طبعا المشاريع وعلى رقابه مستمره ان شاء الله معاهم. واليوم بعد عندنا في جناح طبعا عشان ناكد دور الهيئه العامه للبيئه ودور الجهات المعنيه قدام في الاتفاقيه وفي هذا المؤتمر الكبير، عندنا جميع المشاريع اللي ساهمت في تخفيض الانبعاثات الغازيه راح تشاهدونها ان شاء الله في جناح دوله الكويت، عباره عن مشاريع سواء مشاريع تخفيض الانبعاثات مثل ما قلنا، مشاريع استرجاع كذلك غاز الشعله اللي مسؤوله عن شركه البترول الوطنيه، المشاريع اللي هو الكاربون كابتشر واصطياد الكربون وحتزه، بالاضافه الى مشاريع التخدير. احنا ما نقفل عن مشاريع التخدير، وايد مشاريع مهمه. عندنا مشروع مع المعهد الكويتي للابحاث العلميه بالتنسيق مع الهيئه العامه للزراعه وهم شركاء معنا، بالاضافه الى المانغروف وزراعه القرم. الكويت الحمد لله شاركت في مبادره القرم اللي اطلقتها في تم اطلاقها في قمه شرم الشيخ، وحين استقبال دوله الامارات العربيه الشقيقه قاعد تستقبل هذا الدور، واحنا عندنا تارجت ان شاء الله حاليا تم زراعه 1000 شجره قرم بالكويت في محميه الجهره، واحنا مستمرين ان شاء الله. الشكر والتقدير لك مهندسه سميره الكندري على مشاركتكم في هذا المؤتمر وعلى دوركم الواضح، تشكرون عليه. شكرا لك.
يوسف، كما رأيت في الوقت الحالي بما أن في كوب 28 هذا كل ما لدينا في الوقت الحالي، وأيضا رأيت المشاركة من قبل جميع الجهات والمؤسسات لحرصهم مثل على هذه المؤتمرات كوب 28 والدور المهم الذي يقوم فيه هذا المؤتمر كوب 28، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نتلاقى بإذن الله تعالى في النشرات القادمة. إليك يوسف. شكرا زميل فهد العنزي، موفدنا إلى دبي كوب 28. وأيضا للحديث أكثر حول موضوع كوب 28 تنضم إلينا في الاستديو المستشارة البيئية الأستاذة سامية الدعيج. أستاذة سارة أهلا ومرحبا بك. أقف معك دقيقة واحدة لنبين للسادة المشاهدين أهمية هذا المؤتمر الإطاري العام وسط ما يعصف في العالم من كوارث، من حلول، من حروب. فقط نريد أن نبين ما لهذا المؤتمر من أهمية قصوى في حياة الإنسان في هذا الزمن. شكرا وش على الاستضافة. طبعا احنا كلنا قاعدين نحس بآثار التغير المناخي وقاعدين نشوفها كل يوم بالأخبار سواء في المنطقة العربية أو حول العالم، وهذه المؤتمرات اللي هي تصير كل سنة هي يعني الوقت اللي دول العالم تجتمع عشان تتفق انه نطلع لنا حل لمشكلة تغير المناخ. وطبعا دائما في يكون اختلافات بالرأي، بس ان هذه المؤتمرات مهمة جدا خاصة لصوت الدول اللي اكثر شيء متضررة، اللي يمكن ما لها صوت في المحافل العالمية. هذه الفرصة لها في هالمؤتمرات ان هي توضح بالضبط الاضرار اللي هي قاعد تمر فيه، الاضرار اللي شعوبها قاعد تمر فيه سواء من مجاعات او امطار او فيضانات او جفاف الى اخره. فيعني هذه المؤتمرات تعتبر هي الوسيلة الوحيدة اللي دول العالم ممكن تجتمع عشان تتفق على وضع خطة واقعية وسليمة للحد من الاحتباس الحراري. نعم، مما يثلج أيضا الصدر بأن هذا المؤتمر كوب 28 في دبي جاء امتداد أيضا لكوب 27 في مصر على مدى سنة أو على مدى عام. الآن هو السجل، يعني يسجل لصالح البشرية وإنجاز تاريخي غير مسبوق أن يكون هناك تخصيص بصندوق ب 30 مليار دولار. ومتى؟ بعد نهاية حفل الافتتاح. العادة بعد نهاية المؤتمر يتم الاتفاق، وقد تكون هناك يعني بعض التفاوتات ما بين نوافق على الرقم أم لا نوافق، لكن اليوم في إجماع على 30 مليار لتعزيز الحلول المناخية، ليس كذلك؟ أي طبعا، لأن يعني هو من أهم المشاكل في موضوع وجود يعني إيجاد الحلول للتغير المناخي هو التمويل. يعني التكنولوجيا موجودة، الابتكارات موجودة، لكن التمويل دائما يكون هو المشكلة. فبالضبط يعني العام بالكوب 27 اتفقوا على تأسيس الصندوق اللي هو للحد من الأضرار، وهذا الصندوق راح يساعد الدول اللي متضررة أكثر شيء اللي هي موجودة بالجنوب العالمي أو الدول النامية أنها تقدر تتكيف مع التغيرات المناخية. واحد، ثانيا لما يصير التحول في المصادر الطاقة يكون تحول عادل، لأن العدالة المناخية هو يعني جزء أساسي من الحل لمشكلة أزمة المناخ، بحيث أن أثناء التحول في مصادر الطاقة أو مصادر توليد الطاقة راح يكون في أضرار اقتصادية واجتماعية. فهذه هذا التمويل وهذا الاستثمار يعني الهدف منه مساعدة هذه الدول والحد من موضوع الأضرار المتوقعة أثناء التحول إلى الطاقة النظيفة أو التحول إلى اقتصاد أخضر أو اقتصاد منخفض الكربون. أريد أن أركز على الثقافة البيئية عند على المستوى العالمي، واليوم الدول العربية تقود مثل هذه المؤتمرات الضخمة، مصر، دولة الإمارات والعديد من الدول العربية. هل تعتقدين بأن العالم بالفعل أصبح يعزز الدور العربي في قضية النهوض بما يعرف بالحلول المناخية والتركيزات للغازات الضارة في العالم؟ أنا صراحة أعتقد دور الدول العربية خاصة الدول الغنية يعني أنه هو الاستثمار في التكنولوجيا، وهذا الشيء أعتقد يعني دولة الإمارات والحين السعودية يعني قاعدين يعني متصدرين فيه، لأن طبعا إحنا دول نفطية والنفط يعتبر يعني جزء أساسي من اقتصادنا، ولكن في تكنولوجيا وفي ابتكارات تحد من انبعاثات الوقود الأحفوري، وإحنا كدول عربية عندنا الإمكانيات وعندنا المواهب وعندنا
قدرة أن احنا نستثمر في التكنولوجيا. فأنا أعتقد دورنا كدول عربية دورين، عندنا الإمكانيات أن احنا نساعد أو نستثمر في الدول النامية بحيث نساعدها في التكيف للتغير المناخي، وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة والاستفادة من المصادر الموارد الطبيعية اللي عندنا أصلا من الرياح والشمس وما إلى ذلك، وكذلك التكنولوجيا، لأن هذه التكنولوجيا مكلفة. وفي مثلا لما تروح الغرب في طبعا رد فعل من المجتمع أن هذه التكنولوجيا مثل التقاط الكربون أو شيء ما هي كافية للحد، ولذلك خصصت أوروبا اليوم 400 مليون دولار بالضبط بشكل سريع لمساعدة الدول الفقيرة. بالضبط. فإحنا كدول يعني بما أن دول تعتبر نفطية، أنا أعتقد من رأيي أن يجب الاستثمار في التكنولوجيا، الاستثمار في البحث والاستثمار في الطاقة النظيفة، علشان يكون لنا دور أساسي أن إحنا نوازن بين احتياجاتنا الاقتصادية ومع الحد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي. جميل. أريد أن أقف في النهاية على الموقف هنا في دولة الكويت على المستوى البيئي. أنت مستشارة بيئية، أريد أن يعني نضع الضوء على دولة الكويت في هذا المجال. هل نحن مستعدون للتحول بشكل منظم إلى الطاقة النظيفة، إلى الطاقة النووية، والمساعدة مع العالم نسير معهم جنبا إلى جنب؟ أعتقد أن يعني نحتاج شغل أكثر. يعني إحنا في بادين بالخطوات الأساسية، طبعا إحنا حطينا خطة اللي هو أن نوصل اللي هو حيادي الكربوني في 2050 القطاع النفطي و2060 للدولة عموما. بس يعني احنا كمستشارين نحب نشوف مثلا هذه الخطة شلون بتصير، وشنو الأهداف اللي حاطينها، وشنو النسب اللي حاطينها على اساس نوصل حق يعني نسبة الخفض بالانبعاثات. بدأنا في شركات النفط بدأنا لكن انا اعتقد ان احنا ممكن يعني نستفيد من الامثله في الدول المجاوره، ان احنا اعتقد نحتاج نستثمر استثماراتنا تتضاعف او يعني في موضوع الطاقه النظيفه، لان عندنا مصدر احنا طبعا اللي هو الشمس. وطبعا وفي شيء ثاني الناس ما تعرفه يمكن عن الكويت، ان احنا عندنا احنا ممكن نكون من الاوائل في توليد الطاقه من الرياح. فيعني في طبعا خطط موجوده، بس اعتقد كدوله نقدر ان خاصه بهالعقد القادم نضاعف استثماراتنا في التحول للطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة النظيفة مو بس إن الالتزام في يعني التزاماتنا الدولية، ولكن أيضا يعني هي تحد من التلوث الهواء بصورة عامة، لأن طبعا راح نستغل مصدر ثاني غير الوقود الأحفوري في توليد الطاقة. وهذه موجودة في خطة الدولة ورؤية الكويت التنموية المستدامة، أليس كذلك؟ بالضبط. المستشارة سامية دعيد، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يتكلل هذا المؤتمر بنجاح باهر ويؤسس لكوب 29 في السنة القادمة. شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا.